صباح الخير عليكم، ورجعنا لكم دلوقتي مرة تانية مع محمد عبد السلام في الفقرة الرياضية. طبعا كما تعودنا كان معاكم في الفقرة الأولى محمد ريان، في ومعاكم في الفقرة التانية أسماء وجدي، ودلوقتي معاكم مع الفقرة الرياضية. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أحداث كتير جدا ومهمة، وبرضه في الحلقة دي معانا أحداث كتير جدا ومهمة جدا. الأسبوع الصراحة كان مليء بالأحداث جدا، كان في أهلي، كان في زمالك، كان في بايرن ميونخ، كان في باريس سان جيرمان، كان في يعني أهم خبر اللي هو حابب أبدأ بيه جدا، خبر كده يعني فريش كده على الصبح، للعبنا احمد حسن كوكا فخر العرب وفخر طبعا المصريين في الدوري اليوناني. بعد ما حصد لقب الدوري اليوناني قدر ان هو ياخد افضل لاعب في الدوري اليوناني. في الحقيقه يعني ممكن تشوف ان الجائزه دي تكون حاجه عاديه، ولكن كلاعب مصري محمد صلاح بنفتخر بيه دايما، الاعلام كله يعني متوجه عند محمد صلاح. عندنا برضو لاعب تاني احمد حسن كوكا، عندنا تاني احمد حجازي، عندنا لعيبه كتير جدا موجوده في الساحه العالميه. ولما احمد حسن كوكا ياخد يعني جايزه افضل لاعب في الدوري اليوناني، طبعا كلنا لازم نبارك له، والف طبعا مبروك لاحمد حسن كوكا زي ما واضح كده قدامنا. في الحقيقه معانا يعني اخبار كتير واحداث كتير جدا وصفقات برضو. معانا طبعا صالح جمعه زي ما احنا عارفين ان هو بيتدرب منفرد من فتره كبيره جدا، ولسه فاضل كتير ليه عشان يرجع للتدريبات مره تانية. خبرنا النهارده بيقول ان صالح جمعه يقترب من قائمه مباراة المصري القادمة، يتبقى فقط بعض التحاليل للتأكد من انه جسمه سليم تماما. طبعا ريني فايلر هو اللي بيطلب التحاليل دي، حابب ان هو يعرف نسبة المية في الجسم، نسبة العضلات، نسبة يعني كمستر بقى ريني فايلر، تعليمات وحاجات حابب ينفذها مع صالح جمعة. عايزين طبعا نشوفه يرجع تاني للمباراة مرة تانية، اكيد طبعا بنتمنى ان ده يحصل. عندنا برضو يعني خبر لما يطلع عندنا محترف بنتمنى ان هو يستمر، ولكن دلوقتي خبر معانا للاعب محترف رجع تاني للدوري المصري، وهو حسين السيد لاعب النادي الاهلي والمعار لنادي الصفاقسي التونسي. حسين السيد كان طبعا في اعاره لنادي الصفاقسي التونسي، وفسخ تعاقده منذ اسبوع تماما بالتمام والكمال، فسخ التعاقد طبعا لصعوبه السفر. حسين رجع من فتره وبيتدرب منفرد دلوقتي، وبينتظر قرار الاهلي سواء بالرحيل او حتى بالبقاء، سواء هيرحل او هيبقى هو عايز قرار حاسم تماما. لو هيرحل يكون رحيل نهائي، يكون بيع نهائي من حسين السيد، لانه طبعا خرج كذا اعاره في السعوديه واعاره دلوقتي في تونس. في الحقيقه بقى مين اللي يكون قريب لحسين السيد، مين اللي عايز حسين السيد؟ اللي عايز حسين السيد هو نادي الزمالك. مستر كارتورين بيطالب بلاعب كده زياده في الباك الشمال، بيقول يا احمد فتوح يرجع تاني يا اما حسين السيد يا اما حسين السيد يرجع. فيا ترى هنشوف حسين السيد بيكمل هيكمل مع نادي الاهلي ام هيروح نادي الزمالك. خبر تاني وهو اهم احداث الاسبوع، وهو الاهلي والزمالك. الاهلي بدأ في بدايه الاسبوع بهزيمه قاسيه جدا على من اقدام لاعبي الزمالك بثلاثيه مقابل هدف، رجع بعدها ياخد من اللعب مع فريق الجونه وقدر ان هو يحصد اغلى ثلاث نقاط في مباراه من اسوأ مباريات الاهلي في الدوري باقدام مروان محسن وباسيست من الشناوي. في المقابل الزمالك بعد ما حقق فوز مهم جدا وغالي على فريق النادي الاهلي، امبارح بالامس تلقى هزيمه برضو قاسيه جدا على نادي المقاولون. ايه اللي ورا الاحداث دي؟ يعني ايه اللي يخلي مستر كارتيرون يخسر خمس نقاط كامله علشان يقدر يحقق الفوز على النادي الاهلي بتعادل مع نادي مصر قبل النادي الاهلي، وبهزيمه مع نادي المقاولون بعد مباراه النادي الاهلي؟ هل ده ليه تاثير معانا؟ هل ده ليه مدلول؟ وبرضو عايزين نعرف ليه الهجوم الحاد على النادي الاهلي برغم ان هو اتهزم مباراه واحده بس في الدوري، وليه يعني مفيش هجوم على نادي الزمالك؟ كل ده هنعرفه واكتر مع في مكالمه هاتفيه مع الاستاذ عمرو الحلو الناقد الرياضي. صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح الخير يا استاذ محمد، وسعيد بمداخلتي معاك، وربنا يوفقك يا رب. في البدايه كده يعني احداث كتير جدا حصلت في الاسبوع ده، ولكن حابب ابدا معاك يعني بنتيجه الامس مع نادي الزمالك. هل نتيجه الامس بهزيمه نادي الزمالك من المقاولون العرب ب 2-1 لها تاثير من مباراه الاهلي اللي حقق فيها الفوز مستر كارتيرون، ام هي نزوه كانت مع مباراه الاهلي وخلاص الزمالك هيرجع تاني للتعادلات ويفقد بعض النقاط تاني؟ لا طبعا، هي نشوه الفوز على النادي الاهلي هي اللي كان ليها تاثير امبارح، ومع حالة الإجهاد اللي لازمت لاعبي الزمالك. وخليني أقول لك إن كارتيرون ولاعبي الزمالك كانوا أمس خارج نطاق الخدمة بسبب نشوة الفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي. كارتيرون لم يخرج لاعبي الزمالك من نشوة الفوز،
ولا يخرج نفسه هو اصلا من نشوه الفوز على النادي الاهلي، وده كان تاثيره واضح امبارح في الملعب بين اللعيبه وعلى مستر كارتيون تحديدا. في المقابل النادي الاهلي فاز يعني فوز غالي جدا وثمين بهدف مروان محسن، صحيح الاداء ما كانش المطلوب وكان اداء سيء جدا، حتى كنت بقول دلوقتي ان هو من اسوأ لقاءات النادي الاهلي في الدوري. مدى تاثير برضه مباراه الاهلي على والزمالك على مباراه الجونه، يعني تاثيرها كان واضح جدا ام ده اداء يعني غيبوبه كده من النادي الاهلي؟ وهل يا ترى الاهلي فاق من غيبوبته دي اللي كان فيها في مباراه الزمالك، ولا لسه هيعاني بعض الشيء؟ طب خليني اقول لك ان في اختلاف طبعا بين مباراه الجونه والمقاولين. دوافع النادي الاهلي في مباراه الجونه هي كانت الخروج من كبوه القمه، وده كان عندهم دوافع كبيره جدا، بجانب ان مروان محسن عاد للتهديف بعد غياب 224 يوم منذ اخر هدف احرزه في شباك طنطا في 15 يناير لما النادي الاهلي فاز على طنطا بخماسيه نظيفه. طب بالمقابل يعني يا استاذ عمرو، شفنا هجوم حاد جدا من الاعلام على النادي الاهلي مع اول هزيمه، وطبعا مع نادي الزمالك طبعا في يعني في تعادلات وفي هزيمه بالامس، هل ده ليه تفسير معين ولا ده شيء طبيعي جدا من الاعلام؟ لا هو شيء طبيعي، لان دي مباراه قمه بين اهلي وزمالك، يعني كلاسيكو العرب زي ما بيقولوا، فاكيد كان هيبقى برضه في المقابل لو النادي الاهلي كان فاز كان هيبقى في تاثير قوي جدا على نادي الزمالك. الدوري يا استاذ عمرو يعني هل حسم الدوري ولا لسه ما زال في الملعب؟ وتحديدا ان الاهلي هيفوز يعني فاضل له 12 ماتش، لو فاز في 6 يكون خلاص كده حسم اللقب رسمي، هل لسه الدوري في الملعب ولا ايه؟ لا هو اكلينيكيا خلاص الدوري في الجزيره. الدوري في الجزيره؟ طبعا. حضرتك انتماءك اهلاوي؟ لا انا انتمائي زملكاوي، ولكن انا بتكلم دلوقتي حضرتك بتكلمني ان انا بتكلم رؤيتي اصلا. تمام اللي انا شايفه ايه. احتراف. شكرا الاستاذ عمرو حلو الناقد الرياضي، طبعا بنشكره. معانا برضو يعني احداث واخبار كتير جدا، معانا ختمنا الحلقه اللي فاتت بنادي القرن الافريقي يعني تابع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، ختمنا بكلمه كتوكو من الاستاذ خالد ابو العيون ان هو نادي القرن. هنعرف مين هو نادي القرن الافريقي او هنعرف مين هو كتوكو، ولكن قبل ما حابب بس اتكلم في النقطه دي، عندي خبر مهم جدا وهو احمد علي لاعب انبي الحالي وطبعا لاعب المقاولون وطلائع الجيش والزمالك السابق، احمد علي دخل نادي المئة في جميع البطولات حسب تصريح الاستاذ خالد ابو العيون. يا ريت يا جماعه لو الاستاذ خالد ابو العيون معانا نعرف منه يعني احمد علي هل احرز ال100 هدف في ايه التفاصيل، لان كنت على تواصل تماما مع الاستاذ مع الكابتن احمد علي، قال لي تحديدا ان هو تخطى ال100 هدف من فتره يعني، فيا ترى يعني الحاجات دي كلها ايه مردودها ايه؟ احمد علي بيقول ان هو حاليا دلوقتي احرز، وانا كنت على تواصل خاص معاه، احرز 108 هدف. الاحصائيات اللي عند طبعا الاستاذ خالد ابو عيون اللي صرح بيها بيقول ان هو 100 هدف، هي اختلافات كتير جدا واحداث كتير جدا، ولكن برضو معانا يعني الاحداث المهمه جدا ان هو النادي الاهلي في بعض الصحف الاجنبيه اتكلمت في ان النادي الاهلي من اقوى الفرق او اكثر الفرق في العالم حصولا على البطولات برصيد 41 نقطه في القرن الحالي، يليه فريق بايرن ميونخ، طبعا شيء كبير جدا وشيء يشرف الجميع. معانا برضو من الاخبار اللي طبعا بتحزن الواحد، لان دايما عايزين ان لعبتنا تكون في اعلى مستوى وخصوصا حراسنا، وهو محمد عواد كارتيرون اعطاله الضوء الاخضر ان هو يرحل عن نادي الزمالك بعد أن أصبح الحارس الرابع في نادي الزمالك. اللاعب هيرحل في آخر الموسم طبعا، أكيد اللاعب هيرحل في آخر الموسم. بالنسبة للأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا يعني أحداث كتير بتتكلم عنها، ولكن سريعا كده عايز أقول أن المباريات زي ما هي، وتحديدا مباراة الأهلي وفريق الوداد، لأن فريق الوداد يمتلك 14 إصابة بكورونا، طبعا بنتمنى ليه الشفاء العاجل، طبعا بنتمنى ليه الشفاء العاجل. والمباراة تقريبا يوم 26 سبتمبر زي ما هي كانت متحددة. طبعا للأسف كان معانا بعض الصور وبعض الأحداث المهمة جدا كانت المفروض تتعرض معانا، ولكن كالعادة لضيق الوقت حابب بس اقول حاجه في ختام الحلقه، ان شاء الله دايما هنكون معاكم في تمام 9 صباحا من يوم الجمعه، هيكون معاكم بفقراتنا موجودين معاكم الفقره الاولى والفقره الثانيه، وفي اخر الاسبوع دايما هتشوف الاحداث من منظور الشباب، واحداث كتير كان نفسي اتكلم
هنتكلم معاكم فيها. كان نفسي الاستاذ خالد يدخل معانا مداخله عشان يوضح اللي حصل مع احمد علي، كان نفسي يوضح بعض الاحصائيات التانية. تشوفونا الاسبوع الجاي باذن الله في تمام 9 صباحا في اخر الاسبوع، والى اللقاء.